تاليسكا يلعب كرة في الجهة اليمين إلى خالد الغنام، الغنام مرور بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، هدف أول للنصر، هدف أول يسجل الأسد الكاميروني. استيقظ الأسد، استيقظ أبو بكر، أهلا بالأهداف في مباراة الليلة. أبو بكر يسجل أول أهداف النصر في مباراة الليلة. أبو بكر أفضل من يستغل مثل هذه الفرص. العرضية وصلت إلى أبو بكر، تمكن منها أبو بكر وسجل للنصر هدف الأول في المباراة. شوف العرضية من خالد الغنام واصلة إلى أبو بكر، وأبو بكر أيضا في مساعدة ومعاونة من دفاع أبها يتمكن من تسجيل هدف النصر الأول في المباراة. نعم قلنا بأنه لم يختبر لأنه الكرات لم تصل أبو بكر، لكن حينما تصل الكرات إلى الأسد الكاميروني يستغلها، وهو أفضل من يستغل مثل هذه الكرات ومثل هذه الفرص ليسجل ويعلن أول أهداف النصر في المباراة. النصر يتقدم عن طريق أبو بكر بهدف أول في شوط المباراة الأول. 1-0 أصبحت المباراة في الدقيقة 37. أبو بكر نجح في التسجيل من فهد الجميعة. فهد مع الكرة على الجهة اليمين، فهد يلعب عرضية لكن بعيدة إلى أقصى اليسار، مرت لأبها في الجهة اليسار. التمريرة إلى صالح العمري، صالح ينجح في المرور، صالح الكرة معه في مكان خطر، العرضية والتسديدة. ماتيتش يسجل التعادل لأبها، وأبها يستغل جراح الأصفر وينجح في التسجيل بهدف التعديل عن طريق ماتيتش بعد عرضية رائعة ومرور أروع لصالح العمري اللي لعب عرضية إلى ماتيتش، استغلها ماتيتش وسجلها في مرمى وليد عبد الله. شوف الكرة المرور من أنسيلمو لصالح العمري اللي لعبها عرضية باتجاه ماتيتش، وماتيتش يسجل هدف تعادل مستحق لأبها عطفا على ما قدم أبها في شوط المباراة الثاني. الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات شوط المباراة الثاني، الرغبة واضحة عند أبها للعودة في المباراة، حتى تمكن للعودة بواسطة ماتيتش اللي أرسل كرة في شباك النصر ليعادل النتيجة بهدف لهدف في شوط المباراة الثاني. النصر يعود متعادلا مرة أخرى في المباراة بعد أن ظل متقدما من الدقيقة 37 في شوط المباراة الأول. أبها ينجح بالتعديل الآن في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني. 70 دقيقة إذن أيوة. والكرة من أمين عطوشي، يلعب الكرة طويلة باتجاه تيفيردي، تيفيردي كرة اللعب إلى موري، موري لعب كرة في الجهة اليمين واصلة لصالح النصر إلى اليسار باتجاه جلال الدين مشاريبوف، مشاريبوف استحواذ على كرة ممتاز يلعبها إلى أبو بكر، أبو بكر الله، استيقظ مرة أخرى الأسد، استيقظ أبو بكر. الكرة إذا تفلت من الحصان الجامح تاليسكا، كيف تفلت الكرة من الأسد الجارح أبو بكر اللي ينجح في النهاية من تسجيل الهدف الثاني للنصر، هدف الانتصار في الوقت الأخير، في الوقت الأخير أبو بكر نجح في تسجيل الهدف الثاني، هدف قيمته كبيرة والسير ما يبطي إلا من كبرى، وأبو بكر هذا كبرى وهذا كبر قدرة. يرجع أبو بكر وينتصر للنصر في المباراة بالأوقات الأخيرة في الثواني الأخيرة، هدف ثاني من أبو بكر في مرمى أبها يحسم معها هذه المباراة، وفرحة كبيرة لهذا هؤلاء الأطفال بانتصار النصر، فرحة انتظرها جمهور النصر كثيرا في هذه المباراة، جاءت متأخرة لكن أبو بكر نجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح النصر في هذه المواجهة ليعطي النصر النقطة رقم 44 عبر هذه الجولة، عبر هذا الأسبوع رقم 22 ليبقى على 4 نقاط منتظرا نتيجة الاتحاد من أمام الأهلي. هدف ثاني، هدف رائع سجل أبو بكر، أبو بكر متى ما وجد الفرص حتما النصر سيسجل.